مين اللعيب في السكواش اللي من الجيل اللي اكبر منك اللي انت بتحس ان هو اكتر واحد شبهك او اكتر حد انت بتحس انكم نفس المدرسه في اللعب؟ محمد شرباجي. محمد شرباجي يمكن من وانا صغير هو بينصحني بيوجهني بيقول لي على حاجات، دايما كنت بروح اشجعه في الجونه اتفرج عليه. يمكن هو كريم عبد الجواد برضو كان معايا في النادي الاهلي وكده، رحنا الدجله كان بطل عام 2016. فدول اكتر اتنين يعني بحب العبهم بحب اتعلم منهم وكنت دايما اروح اشجعهم. يعني رد فعل الجمهور المصري مع قرار الشرباجي ان هو يلعب العالم الانجليزي، هل شايفه مفاجئ؟ يعني في البطوله الاخيره الناس كانت بتشجعه، هل هو مثلا تعاطف او بيقولوا له لا احنا ما كناش مقصرين معاك؟ انت حاسس رد فعل الجمهور ده انت شايفه ازاي؟ والله يعني بص، احنا كلنا زعلانين على قرار محمد الشرباجي، هو في الاول وفي الاخر قراره وده خلاف ما بينه وما بين الاتحاد، احنا يعني مش بايدينا اي حاجه خالص. هو عايش برضو بره مصر 16 سنه. موضوع انا برضو استغربته في بطوله عظماء الثمانيه، برضو محمد الشرباجي هو يعني واحد مننا وحقق 44 بطوله مع منتخب مصر واكتر واحد نمره واحد على العالم في المصريين، كان نمره واحد على العالم في المصريين حاجه 50 شهر. ف تاريخ كبير جدا ولفته عظيمه صراحه من الجمهور المصري، انا ولا محمد ولا اي حد كان ممكن يتوقعها يعني.